رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذا الحديث رواه صاحب المستدرك على الصحيحين وصححه الذهبي، وهو موجود بكثرة في كتبنا وكتب القوم. علي مع القرآن عرفناها، لأن احنا الليلة نريد الاختصار. علي مع القرآن عرفناها، لأن علي لما الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا، نعم اتقوا الله، الآية اللي تقول اتقوا الله ما استطعتم هذه إلينا، لكن اتقوا الله حق تقاته لا ما نقدر عليها. فعلا الروايات تبين هالمعنى، اتقوا الله حق تقاته هذه إلى أهلها، اتقوا الله ما استطعتم هذه إلى الله. فعلي مع القرآن، لكن عندما يقول والقرآن مع علي، وليش حفظت أم سلمة هذا الحديث واستقر في عقل أم سلمة؟ أم سلمة لا نتصور بأن أم سلمة امرأة عادية، لا. فهذا أبو ثابت مولى أبي ذر جاي بعد واقعة الجمل إلى أم سلمة، قالت إلى مع من كنت؟ قال كنت مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. فقالت نعم ما فعلت، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي. زين، طبعا أم سلمة لا يفوتنا أن من فضائل أم سلمة، مو الإمام الحسين وضع عندها أمانات لما خرج إلى الطف، كذلك مولانا أمير المؤمنين عندما خرج إلى البصرة، وطبعا هو من طلع إلى البصرة ما رجع إلى المدينة، حالا تحول إلى وين؟ إلى الكوفة. خروجه عند خروجه من المدينة إلى البصرة أودع أمانات عند أم سلمة أيضا، هذه مذكورة، أودع أمانات عند أم سلمة. وطبعا حاول البعض أن يستغل شخصية أم سلمة في واقعة الجمل لكنها أبت. زين، فلما رجع الإمام الحسن سلام الله عليه إلى المدينة بعد مقتل أمير المؤمنين استلم هذه الأمانات. فهي أم سلمة هذه الإمرأة العظيمة التي لها مواقفها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي. ثم بعد ذلك هنا توقف أهل العلم، فقهاء الطائفة، زين، وقفوا عند هذا الحديث. زين، علي مع القرآن عرفناها، إذا علي مع القرآن أكيد أكيد والقرآن مع علي، لأن المعية يعني تقوم بطرفين، إذا قلت معا يعني لازم أكو ثاني. لكن يقول الوحيد الخراساني وغيره من أهل العلم، حتى لا تتوهم بأن القرآن أفضل من أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه لو قيل جاء زيد مع عمرو يمكن السامع يتوهم بأن عمرو أفضل من زيد، لأن زيد هو اللي جاي ويا عمرو. لكن هنا النبي يريد يبين المعنى، مو بس علي مع القرآن والقرآن مع علي، لأن القرآن مثلا القرآن شهد بفضائل علي. يا أخي يا أستاذنا الكريم، أنت إيش تذكر يعني من فضائل أمير المؤمنين في القرآن الكريم؟ تعال أنت بس إلى آية التطهير
أرجوك تقرأ كلام المفسرين في آية التطهير مثلا. هو قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، لو قال ليذهبكم عن الرجس في فرق؟ إيه في فرق، لأنه لو قال ليذهبكم عن الرجس يمكن القارئ يتوهم بأنهم عندهم نية الاقتراب إلى مقارفة الخطيئة، لكن ليذهب عنكم الرجس، يريد يقترب إليكم مو أنتم تريدون تقتربون إليه، لذلك قال ليذهب عنكم الرجس مو ليذهبكم عن الرجس، مثل قوله جل وعلا في سورة يوسف كذلك لنصرف عنه، مو لنصرفه عن السوء، لنصرف عنه. انت بعد تفكر في القضية زين، لاحظ حتى تتأكد ان آية التطهير تتكلم عن شنه، عن العصمة، ترى هذول ما يهمون بمقارفة الإثم والخطيئة. بعد تعال إلى آية المباهلة. المباهلة شنه معناها؟ معناها أن أمير المؤمنين أفضل من الأنبياء. تقول هذا إيه؟ نقوله ونعتقد به، بعد نعتقد به وندين الله به، لأن الله اللي قال وأنفسنا وأنفسكم. أعطونا حل إلى هالآية غير، وبنقول بأن علي ليس أفضل من الأنبياء. وأنفسنا إذا قلنا بأن النبي هو أفضل الأنبياء، لو أحد بعد بيقول النبي موسى أفضل من النبي، وعلي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتعال إلى آيات أخرى، آيات سورة الإنسان، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر. بس هم اللي نذروا، بس هم اللي نذروا، هاكم المسلمين كل يوم الناس تنذر يعني، ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام، بس احنا نقرأ الآيات نحتاج نكتشفها، ويطعمون الطعام، بس هم اللي أطعموا الطعام، آلاف أطعموا الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، بس هم اللي قالوا إنما نطعمكم لوجه الله. لكن الحالة الدينية والحالة وحالة الإخلاص اللي توفرت عندهم زين، والحالة الروحية، الملكة الروحية اللي عندهم إليها أثر، الحالة الروحية عند العامل الذي جاء بالحسنة حسنته غير عن هذا اللي يلا يلا زين، ما أسرع أن يخامر قلبه الشك. إذن لنكن في ضيافة أمير المؤمنين، لنكن في ضيافة الله، وهذه ليلة القدر، وهذه ليلة القدر. فعلي قد جمعنا، جمعنا الله وإياكم على الخير والمحبة، ولنغتنم ما تبقى من هذا الشهر العظيم، فقد تصرمت الأيام ونسينا كثيرا من الأدعية والصلوات وصلاة الليل وقراءة القرآن، ومن تلا في هذا الشهر آية من كتاب الله كان له من الأجر كأجر من قرأ القرآن في غيره من سائر الشهور. احنا محتاجين إلى الحسنات، نحن محتاجون إلى العمل الصالح حتى نطفئ غضب الله، نحن محتاجون إلى أن نتنور بنور أمير المؤمنين بهذا القرآن العظيم، نعم بالرجوع إلى الله جل وعلا حتى تحسن عاقبتنا، وحتى يرضى عنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله التوفيق أن نكون مع الله جل وعلا في هذه الليالي
العشر الأواخر من هذا الشهر العظيم لنغتنم الفرصة، لنغتنم الفرصة. أرجو الالتفات، لأن شهر رمضان كعمر الإنسان مثل العمر. العمر واحد يخلص عمره ما سوى شيء، واحد خلص عمره لكن بالفعل زين، بالفعل يعني عامل عملا صالحا. واحد خلصت 10 أيام سوى إلى ختمة، 20 يوم، ختمتين، واحد ما سوى ولا شيء، ما درى عن هذا القرآن، ما درى عن القرآن ولا عن الدعاء ولا عن غيره أبدا. وتمر الأيام ويخلص الشهر الكريم. لذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول في خطبة العيد شنه قال: واذكروا إن يومكم هذا أشبه الأيام بيوم القيامة، فاذكروا بخروجكم من بيوتكم إلى مصلاكم، خروجكم من أجداثكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي خالقكم. نعم، واذكروا برجوعكم إلى بيوتكم رجوعكم، ففريق في الجنة وفريق في السعير، جارنا الله وإياكم. ودخل عليه سويد بن غفلة فوجد عنده خطيفة وملبنة، يعني طحين مطبوخ بالحليب وما أشبه. فقال: يا أبا الحسن، عيد وخطيفة وملبنة، يعني اليوم يعني يوم يكون الإنسان يتميز في طعامه في كذا. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه: إنه عيد من غفر له، عيد من غفر له، وإلا الكل يقول رمضان كريم وغيرها وغيرها. فكل يوم لا يعصى فيه الله فهو يوم عيد. ببركة أمير المؤمنين نسأل الله جل وعلا أن يغفر ذنوبنا في هذه الليلة العظيمة. والعيد وإن كان أنت قد تمر بظروف صعبة وبعض المشاكل وفقد الأحبة وما إلى ذلك، لكن يبقى العيد له حق، ومن حقه أنك تذكر غربة الإمام المهدي. هذه الكلمات تأمل بها، غربة الإمام المهدي وغربة أهل البيت، وحشة أهل البيت، ومنها هذه المصيبة، وحشتهم على أمير المؤمنين. ترى أمير المؤمنين أبو الجميع. محلال أبو بالعيد، لا جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري. يا ورفرف عليهم بالهناء، يطيب القلب وتصير عيشتهم هنيئة. وانتون يا أهل البيت قالوا: وإحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام سافر وخلانا، صرنا بعد هيتا أفراحنا راحت، صار العيد بالشام باكر الناس معيدة وإحنا بعزيم. شباب انتون تحملون الأمانة، انتون واحنا، احنا جايين نحمل الأمانة اللي سلموها إلينا آبائنا. أمانة النياحة، أمانة المأتم، أمانة العزية.
بس تتأمل في شغلة لما قال أمير المؤمنين بني حسان رفقا رفقا بأسيرك، فتقول يا أمير المؤمنين ليتك نظرت إلى زين العابدين، ليتك نظرت إلى زين العابدين. ولما قال بعد هذه كلمات تأمل بيها وإيش قال؟ قال خذوا من هذا اللبان، خذوا من هذا اللبان واسقوا به أسيركم. فأقول يا أمير المؤمنين ليتك نظرت إلى أبي عبد الله يطلب الماء عطشان لا يسقى وظمآن لا يروى. وقال ولا تمثلوا بالرجل فإن النبي نهى عن المثل ولو بالكلب العقور. فأقول يا أمير المؤمنين وليتك نظرت إلى أبي عبد الله الضرب على الضرب والطعن على الطعن. وأول ما هو أمير المؤمنين سرى السوم في جسده، ما تشوف الطبيب من رفع ذاك العرق من رأس أمير المؤمنين، وإذا يشوف الدم صار أبيض، يعني السم، السم اللي أثر في دم أمير المؤمنين صار بان بياض الدم، دم أمير المؤمنين سلام الله عليه. ولكنه قال لا ألفينكم آل أبي طالب تخوضون دماء المسلمين تقولون قتل علي بن أبي طالب، ألا لا يقتل النبي إلا قاتلي بني حسن، انظر فإن أنا مت من ضربتي هذه فضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل. هذه وصية بقاتله أو في قضية قاتله. ثم قال يا بني إن أنا مت فغسلني وكفني وصل علي وحنطني بفاضل حنوط جدك النبي صلى الله عليه وآله، لأن الحنوط إلى ثلاثة، إلى النبي فاطمة أمير المؤمنين، ثم ضعني على سريري وارفعوا مقدم السرير، وارفعوا السرير إذا رفع مقدمه ارفعوا مؤخره، ثم ضعوه حيث يوضع مقدمه، ثم تقدم أنت يا حسن وصل علي، ثم نح السرير واكشف عن التراب ستجد قبرا محفورا وسادة وساجة منقوبة مكتوبا عليها. تتأمل الحين مولانا وبعدين الجر وياي، وساجة مكتوبا عليها هذا ما ادخره نوح النبي إلى علي الوصي، عظم الله أجورنا وأجوركم. وانحنت عليه ابنته زينب فقالت أبا علي إن أم كل إن أم أيمن تخبرني بمصيبة تنزل بي، فقال بلى يا زينب وكأني بك وبأخواتك سبايا في هذه البلدة على أقتاب المطايا تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم وقد ثقل به الحال، عظم الله أجورنا وأجوركم فأين المنادون وعليا وسيدا. والتفت في ذلك الحال إلى زينب قول يا أمير المؤمنين وهذول شيعتكم يسمعون.